طلب مني حاجات تبع الكنيسه ان وسيله ايضاح للاولاد حوت مثلا او راجل فمش عارفين يجيبه منين ومعنديش خامات اعملها لا عندي خشب ولا عندي بلاستيك ولقيت الجرائد قدامي كرمست الجرنان ولزقته طلع معايا الشكل اللي انا عايزه. متحف معمول ورق جرايد الناس هتلاقي يعني ورق جرايد اي حاجات بعد حجم كده ممكن اعمل واحد طولي عملت راجل طولي قبل كده ورق جرايد برضه والناس خدوه بيشرحوا عليه اي حاجات ولبس اعلم الناس كلها وعامل حاجه يبقى خالده للناس كلها تشوفها. Thank you.